على هامش اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده بنيويورك التقى وزير الخارجيه سامح شكري مع الممثل الاعلى للشؤون الخارجيه والسياسه الامنيه للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل وقال المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه ان اللقاء تركز بشكل كبير على التشاور حول سبل احتواء ازمتي الغذاء والطاقه العالميتين وتطلع الى دعم الاتحاد الاوروبي لمصر للتخفيف من الاثار السلبيه لازمه الغذاء واستعراض الامكانات التي تملكها مصر لتحقيق شراكه استراتيجيه مع الاتحاد الاوروبي في مجال الطاقه في ضوء وضعيتها كمركز إقليمي لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة سواء على مستوى الغاز المسال أو الهيدروجين الأخضر أو الربط الكهربائي من ناحية أخرى فقد حرص وزير الخارجية خلال اللقاء على إبراز الأولوية التي توليها مصر لقضايا التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية مبرزا جهود الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لضمان تحقيق تحقيق النتائج الماموله على مختلف هذه الاصعده